واضح انه عايز يشوف حاجات كثيره. انا فرحت الاهداف زي ما انت ذكرتها يا احمد في بدايه البرنامج، الاهداف المتنوعه الجميله كلها ممتعه من لعيبه النادي الاهلي النهارده. ايوه فيعني انا بحييهم بصراحه على الاداء، وعايز اقول لك ان هم النهارده بيلعبوا الجيم مع احترامي، يعني الخصم اللي بلعب معاه مع احترامي ليه، يعني قليل مش قليل انا بلعب. ايوه وده زي ما قلت لك دي صفه الاهلي ما بيفرقش يا كابتن ماهر، بالظبط كده برافو عليك، الاهلي ما بيفرقش، دي صفه لعيبه النادي الاهلي وكله بيشيل كتير خلاص. السيزون ده يعني وكله هيشيل كتير ان شاء الله يعني السيزون النهارده ده. النهارده الاهلي بيبعت رساله اللي هيغامر على النادي الاهلي يشيل يعني يتحمل فان شاء الله باذن الله. انا شايف كمان طاهر برضك من الحاجات بيعت شويه لكن رجع بشكل جميل، عبد القادر الهدف اللي جابه مع حسام حسن دبل باص ما شفناهوش بقالنا فتره في العمق بشكل كبير، وبعدين طبعا بثقه وقداره الولد عنده شخصيه في الماتش، شخصيه جميله. وكنت بقول ده وانا بعلق على جون احمد عبد القادر، في لعيبه كتير ممكن يبقى امكانياتها كبيره جدا بس شخصيتها مش مبينه ده بالظبط، ومش مش واثق في نفسه او مش حاسس بامكانياته فما بتظهرش الامكانيات دي. طبعا ده هدف طبعا من ضمن الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها، الانتشار وحش قوي، 1 2 3 4 5 موجودين في قلب الملعب على واحد اخضر او اثنين اخضر، التنظيم الدفاعي يا احمد مفروض حسب اللون اللي موجود جوه، 3 اخضر يبقى 3 بيمسكوهم واحد حر اهو يعني ده ما اتضغطش عليه، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بتقابلنا مشاكل في الحته الدفاعيه انك انت ما بتضغطش على الراجل اللي معاك كوره. ده طبعا لونج باص جميل لكن متابعه اجمل بالنسبه لحسام حسن، حسين الشحات اسيست، حسين حسين يعني بعد عننا شويه لكن رجع بقوه بشكل كبير. حسام حسن من الفراوده اللي عارفه الاماكن الحساسه اللي تقف فيها اللي بيجي فيها كوره تقدر تجيبها جول، ودي ميزه بصراحه لحسام من المهاجمين الاذكياء. طبعا حسين الشحات حطها في حته قاتله، واخد بالك طبعا متابعه جميله من حسام. حسين يبدو انه شاحن بطاريات راجع طبعا راجع هو فنش الموسم اللي فات هايل بصراحه بصراحه، وبعدين كمان هو عدم وجوده في المنتخب مأثر معاه بشكل كبير لكن هو في تحدي انه يرجع تاني مره تاني ان شاء الله للمنتخب. لا ويبدو انه بيرسي تاو كمان مسخنه يعني كان ليه تصريح كده انا مستمتع بالمنافسه، جون حلو قوي قوي قوي. كهربا بصراحه الفتره دي مركز بشكل كبير جدا. عايز اقول لك حاجه احمد، يعني لو رجعوا لنا الجول ده تاني هتلاقي ده شالها يعني شوف المهاره بتاعت كهربا وهي ماشيه على الارض شالها يعني بص لا في واحده تانية عملها حسين الشحات ده طاهر طاهر دي لعبته المفضله طاهر لكن بتكلم على كهربا حسين حطها له بينيه جميله قوي افتكر هي دي هي لو راحت لحسين هي دي ده جون كهربا ده كهربا بص شالها ازاي نكشها كده خرابي النكشه دي هايل يعني لعيب يعني بلغه الكره الشراب كده حوالي الاجوان يعني كلها حلوه يعني أوي. يعني في جوان تيجي تستمتع بيها وهي داخله طبعا جمل بقى يا احمد دي اللي بنقول عليها جمل تخلي المساحه موجوده الكورسات العرضيه موجوده التصويب من داخل ال 18 موجود الدبل باص اللي حصل مع حسام حسن واحمد حسام عبد القادر واحمد عبد القادر برضك موجوده يعني جمل تكتيكيه بصراحه لعيبه النادي الاهلي بينفذوها لانهم اشتغلوا عليها اشتغلوا عليها بشكل كبير فالنهارده بيوروها لنا نتمنى ان شاء الله باذن الله في الماتش القادم احنا يعني نشوف يعني نموذج من الاجوال الجميله دي في مباراه المقاولين صحيح ان شاء الله بدايه جديده السيزون طبعا